انت رايحه فين؟ انا بتكلم على ربيع. واحد موتشا اللي انت طلبتيه شربي بلاش، هي سايبه ايه يا عم؟ المركبه الفضائيه دي ترمي بلاستيك في البحر، وانا عملت كل ده؟ هو انت؟ لا الحمد لله الفيلم خلص. ايوه احنا النهارده في احد سينمات رينيسانس في اوبن اير مول، وجينا نحضر العرض الاول لفيلم اوبنهايمر مع تاجيل فيلم باربي، فهل نولان له يد في ذلك؟ فيلا بينا نشوف الحوار ده. ودلوقتي معانا احد كبار عشاق السينما، حاجز السينما لوحده هو واولاد. انت متحمس للفيلم وبتحب نولان ومن عشاق السينما وكده، ولا جاي عشان حفله واحده ب 80 جنيه؟ وزي ما انتم شايفين تلاقي دافعله بتاع مش اقل من 400 جنيه. انت جاي تعمل ايه هنا؟ انا جاي حران الصراحه، جاي اقعد في التكييف حبه. بص يا برنس، بقول لك ايه، حملها لي في شور. ولا انت جاي تعمل ايه هنا؟ جاي نتفرج. اتفرج على ايه؟ اوبنهايمر، كريستوفر نولان، عمنا وعم عيالنا. متحمس للفيلم والحاجات دي ولا متحمس؟ صراحه انا جاي عشان تمثل بيه بس كده، عشان يجي يدخن سجاير ويفضل يطفي. أيوه. طب لو ما كنتش تخش اوبنهايمر كنت تخش ايه؟ باربي. هو انت؟ لا ايه اللي خلاك تخش اوبنهايمر؟ عشان فيه هيصه عليه؟ فيلا بينا. عشان فيه هتلر. فيه هتلر؟ هل انت مدعي داعم للنازيه؟ انت شيوعي؟ يعني ايه شيوعي؟ يعني لا إيه؟ انا سني. انتوا جايبين منستر؟ طب ايه اخد واحده؟ ايه فنانه مش غلط على صحتك دي؟ عادي جايبه اتنين، كل واحده اتنين. انت شايفك يعني عمال تذكرتك وقعت؟ اه والله. تعالى دور معاك عليها. تتقدم اسره البرنامج بتيكت للطفل ياسين. معاك كام؟ يروحوك وريني كام دول. ده ايه ده؟ طب ما تجيب واحده بالله عليك. لا واحده بس ما تكترش ما تكترش. انت كنت جاي تحضر فيلم ايه؟ ضحكوا عليا كده، قالوا لي النهارده في خروجه هنخش باربي وما اعرفش ايه. لا بالنسبه لاوبنهايمر. ايه اوبنهايمر ده؟ انت كنت جايه باربي فما لقيتوش فقلتي تتصرفي. اه انت جايه تتفرجي على باربي؟ باربي لا ما. ولا انت؟ لا طب ما انت لابسه اوتفيت باربي اهو. على الهادي بقى، بقي ما تاخدهاش مره واحده. تعرف ان باربي مستهلك مخزون العالم من اللون البينك، بعمل ازمه عالميه في الطلاقات. اه يعني انت جاي تستهلك؟ انت كل اسبوع بتروح تشتري هدوم صح؟ انت مع الفاست فاشون. اه انت بترمي بلاستيك في البحر. اه تاكل فاست فود جانك فود. انت بتحب اللي ما ينفعش نقول اسمه؟ ايه؟ اه بحبه. ناديلي الامن. الو السلام عليكم. جمعتوا كام النهارده ايرادات في حفلتين اوبنهايمر؟ انت مش بتفهم عربي؟ جمع كلمه اخطبوط. سبايدر. سبايدر؟ اكتوبوس. الاسم بيبقى مرفوع ولا مسقوط؟ مسقوط. مسقوط؟ اتكل على الله. شوف لك مدرس عربي. محمد المشروب بتاعي لو سمحت. ما تعرفش قصه الفيلم او ماذا يدور؟ انا اصلا تيم باربي، مش لاقي باربي، انا جاي عشان باربي. ده احد ضحايا اوبنهايمر، الراجل كان جاي يتفرج على باربي ما لقاهوش، راح هيدخل اوبنهايمر. وانا عملت كل ده؟ تفتكر هل كريستوفر نولان له يد في اطاحه باربي من السوق المصري وينزل اخر الشهر عشان تكتسح له الشات العرض والناس اللي زيك اللي هم بيهيصوا في الهيصه يجوا يتفرجوا على اوبنهايمر؟ ليه يد؟ مالوش يد؟ لا مالوش ايد؟ هل هو ذو سلطة لدرجة ان هو يمنع الفيلم في مصر يأجله عشان الساحة تفضل الفيلم بتاعه؟ ما الساحة مليانة اهي. احنا اساسا عاملين مسابقة، لو افتكرتي اسامي ثلاث علماء. انا عارفة. قولي لي. كان في تيلر. تيلر مش عالم. تيلر ما كانش عالم؟ كان عالم؟ اينشتاين، اوبنهايمر. الله، كسبتي معانا هدية من اختيارك. تحبي تاكلي ايه؟ او تشربي ايه؟ او تحلي بايه؟ عايزة سلاشي من ابو 40 جنيه اللي كان هنا. ايه؟ عايزة سلاشي تاني. طب وصفي لي شكله وانا هجيبه لك. محمدين المشروب بتاعي. المشروب بتاعي. اكدوا من حبيبي. تسلم ايدك يا فنان. الف مبروك يا فنانه. مين قدك يا نهار ابيض؟ واحد موتشا لوتشا اللي انت طلبتيه اهو. تفتكر ليه الفيلم ممنوع من العرض في اليابان؟ محرين بقى، اهم شيء انا اشوف وانا مالي بيهم. ممكن عشان في اكشن كتير يعني وحاجات كده ما ينفعش تشوفها الاطفال. وانت داخل؟ وانا داخل عادي يعني. تفتكر ليه بقى الفيلم اتمنع في العرض في اليابان؟ شافوه بجد. اتمنع المشاهد غير اخلاقيه، مش عشان القنبله يعني. انا عمي في اليابان هو قايل لي كده، عشان مشاهد خارجه. عمه في الهند؟ في عمين. انت شكلك هندي اكتر. طب اعمل لنا مشهد هندي كده بالله عليك.
ده ايه ده؟ هندي بيعقم. ده عمك اللي قالك كده؟ عيب، اقسم بالله عمك ده لو عدى جمصة عمه مسجل خطر. فين؟ ايه؟ في الزقازيق. اقعد جاي اتفرج على ايه النهارده؟ اوبنهايمر. بقول لك انت كنت جاي اتفرج على باربي ما لقيتوش، رحت متفرج على على فيلم اوبنهايمر. جاي تتفرج على فيلم ايه النهارده؟ روبي. روبي؟ هي روبي نزلت فيلم؟ بيت الروبي مع جمعيه حقوق الانسان. طبعا بتدفع الضرايب اللي عليك. بدفع الضرايب. انت مالك ساهم في 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 تبرعات وحاجات؟ تبرعات جاب الدم. بتقلد اصوات على فكره. بتقلد اصوات؟ لا وديني. طب يا محمد، يعني بنناشد جمعيه حقوق الانسان، هو الراجل اتبرع بالدم، جه دوركو. يا برنس، واقفين معاكم حاجه ولا ايه؟ عارف. انت جاي تحضر فيلم ايه؟ اوبنهايمر اكيد. وريني كده. حفله كام دي؟ 7:30. 7:30. دوبك نلحق نجري. ماشي. وانت ما سيلفي بابا؟ طب عدي يلا على السلمة على طول. استحلفك بالله، ازيك؟ جبت فشار بطعم ايه؟ جبنه. ثواني كده. جبنه عدي. وانت ساده؟ لا ادوق الساده اتاكل. وانت ليه جايب اكبر منهم يعني؟ وانت دوقني. تعالى بتاعي بطعم ايه ده؟ طعم اخضر فعلا. عدي يلا. اوبنهايمر قاعة 5 اليمين الجاي في شمال. في الزحمه دي ليه؟ فيلم ايه اللي هيتعرض؟ ما اعرفش. انت داخل كده وخلاص؟ يعطيك الف عافيه. الفيلم عامل معاك كام دلوقتي؟ عدى 4 حفلات اهو، عمل فلوسه وجاب مصاريف. انت عندك مش امبوسيبل نزل اول اسبوع كان عامل كام؟ 33 مليون دولار. هنا عندكم في رينيسانس؟ هنا لا، مش في رينيسانس، هنا ده نزل من ساعه ما نزل. اسمها ايه؟ رينيسانس. رينيسانس. سينمات كتير قوي هتلاقيها موجوده، فروع في كل حته في المحافظه. اعلام بقى. عندنا في اسكندريه، عندنا في وسط البلد، عندنا في مدينتي، عندنا في الرحاب. طبعا يعني انا مش بعمل اعلان، بس رينيسانس يعني غني عن التعريف والله. تاتش دي انت كده هتطلع بره خالص، بره السيستم. اوعى. سيبني اقفله. بقول لك يا قمر الدين، كومبو بتاعي والنبي بتاعك. كتر اللي تشيز. تشيز كمان. انا قاعد على الترابيزه اللي هناك دي. ماشي. اتفضل يا استاذ الكومبو. يا رب نكون عملنا الكومبو لفرحتك حبيبي يا فنان. كريستيانو رونالدو. يلا يا جماعه، فتحنا شباك زياده لاوبنهايمر وباربي ومرع البريم. ازيك يا زميل؟ عامل ايه؟ بيضحك على ايه؟ شغال. لا كيو ار شباك 7. 7 ايه؟ اوبنهايمر 6 تسابيع. في الجيب يا باشا كام تيكت؟ 6 وبشار ببلاش. 6 وبشار ببلاش؟ بشار ببلاش هي سايبه. انت لو طلبت اونلاين تاخد بشار ببلاش؟ لكل كرسيين في شر؟ طب ما تقولوا يا جدعان كنا طلبنا اونلاين. دي 1 2 3 4 5 6. ده الفشار. 3 فشار ببلاش. ولع الدنيا يا فانتا. ده ابلكيشن ده ولا ويب سايت ولا الاونلاين بتاع الشركه؟ يعطيكوا الف عافيه. نيكس. انت شكلك مستعجل، رايح فيلم ايه؟ فيلم هو اللي انت هيفوتك مثلا. ميشن امبوسيبل. وانت رايحه فين؟ انا لا اتكلم عربيه. لا تتكلمي العربيه، ما انت بتتكلمي عربيه اهو. اتعلمتي عربي فين؟ وير ار فروم ليرنينج عربيك؟ ماي كومباني ماي فريندز اند دولينجو ويز ماي فريندز سبيك عربيك. بس انت بريفكتو في العربي. تحدثي بعضا من العربية. speak some Arabic. أنا بحب مصر. بتحبي مصر؟ يا لهوي ده مصر. يا بخت مصر والله العظيم. اسمك ايه؟ what is your name؟ أنا اسمي ليلي. you in mission impossible؟ yes yes. يا بختك بتتفرجي من غير ترجمة، بتسمعي على طول. اوكي thank you. شكرا جدا ليكي. مصر بتحبك. أنا لا أتحدث العربية. أنت خارج في البريك من أوبنهايمر؟ إيه رأيك في النص الأولاني؟ كويس. أنت مالك حاسك مش مبسوط؟ الفيلم إنجليش وأنا مش قوي في إيه؟ في الإنجليش. طب ما إيه، ما في ترجمة، أنت بتقراش ترجمة ولا إيه؟ ما أنا برضو مش قوي في القراءة، في القراءة. أما أنت بتتكلم إيه؟ هو الفيلم، هو أنتوا مروحين ولا إيه؟ ده مش بريك ده. بس بقول لك الجزء التاني بوم طخ. في كمان جزء تاني؟ أيوه في ساعة ونص تاني. انت مروح؟ اياد من شويه كده لقيته خارج من الفيلم، قلت له رايح فين؟ قال لي مروح، الفيلم ما عجبني. قلت له النهايه هتعجبك بما يرضي الله، عشان انا اللي عامل الفيلم، انا مش من المنتجين. ايه رايك في النهايه؟ لا كان حلو صراحه. يعني انت خرجت انبسطت؟ كنت مبسوط. طب ما تقربش قوي المايك. تعالى لي.
انت اسمك ايه؟ اسمي حسن. انتوا بتيجوا مع بعض؟ انا واحد تاني شباب. ايه انتوا توأم؟ انتوا الثلاثه توأم؟ سبحان الله. وكريم الله وعزت وتوفيق عماره ومعاز ويوسف وعز الدين عتائي وخرشد عجوة كلهم توأم. ايه ده انتوا مش ثواني انتوا كام توأم؟ هو وهو توأم وهو بالظبط. بس ده اخونا من تايوان. الحمد لله. انت تايواني وتوأمهم؟ انا توأم. انت توأم مين؟ انا توأم ده. انت توأم مين يا اياد؟ ياسين وإيهاب. ياسين وإيهاب؟ انت اياد احنا توينز يعني. وانت ايه دخل التايوان في الموضوع؟ من ام تانية. انا كنت جاي اخد رايكم في اوبنهايمر. ايه اللي دخلني في الحوارات دي كلها؟ ما كنت زهقان من الفيلم او كده او ما ادري شنو. في هو ده عماره كان عايز يخش باربي. انت كنت عايز تخش باربي؟ انا مش مبسوط من الفيلم الصراحه. وانت ايه رايك يا توفيق؟ لا توفيق اهو. توفيق انت ايه رايك يا توفيق؟ زي الفل بامانه. وانت؟ لا فيلم كويس. طب اخد ارائك دي كوبي بيست من اخواتك التوأم بدل ما اروح لهم يعني بص ايه رايك في الفيلم؟ فيلم كويس. ايه رايك في الفيلم؟ فيلم كويس جدا. والحمد لله طبعا انا هنا الفيلم على كده. قبل ما تنهي بس عايزين نعرف راي حضرتك في الفيلم. والله رايي في الفيلم يعني النهايه خلتني كده الحمد لله الفيلم خلص. سقفه كبيره ليكو. مع السلامة يا معاذ وتوفيق والتلاتة اشتغلوناها. انا صورت معاك انا عارفك. انت بتعمل ايوه انت عدي وانت التايوان. تايوان واللي منها ايهاب ليتال مارا الراجل اللي مش عاجبه الفيلم عبد الحميد. خلي باربي تنفعك. شتا عزة يوسف معاذ. كلام نهائي. الفيلم عمل كام عشان عايز اتكل على الله اطمن بس. بيت الروبي؟ لا بيت الروبي شباك سبعة. هنا عشان افتح جنبكوا هنا. اوبنهايمر ايه الاخبار؟ الحفله الجايه هو ده مش اوبنهايمر يا جدعان بتحرجونا قدام الناس دي يا جدعان. اوبنهايمر سبعه عشان واد شقاوة مفتح واد صغير وبكده يكون الفيديو خلص. فشوفكم الفيديو الجاي. فهب هب